الليل معا والتحديق في النجوم فكرة رائعة أمايا. أتساءل ماذا سنرى؟ ربما سنرى ثدي ملفومة أو ليو كوكبة الأسد الكبيرة، أو ربما كوكب الفضائيين السحال العملاق. متأكد أن هذا ليس حقيقيا؟ لنرى ماذا يوجد هناك. ماذاك؟ أهو نيزك؟ أو صحن طائر. أيا كان فهو يقترب بسرعة. يتجه نحو المقر. المقنعون الصغار سيخرجون من قلب الموقف والأسرائيون. أقبل الليل على المدينة حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهارهم. تتحول أمايا إلى يتحول غريك إلى صاحب أجل. يتحول كونر إلى الفتى. المقنعون الصغار. الأمر يتوقف عليك، أنت الأقوى. سأتولى الأمر. درع الزحف خارقة. هجوم الضربة السحيقة المدرعة بأسلوب أرمادالين. واو، أرمادالين. سحقتها، تلك الصخرة وصلت إلى القمر ثم عادت. أنت رميتها إلى الفضاء الخارجي؟ نعم، أنا أقذف الصخور في السماء لكي أتدرب على هجوم الضربة الساحقة المدرعة. هذا ليس جيداً، قذف الصخور خطير، كان يمكن أن تدمر مقرنا. أنا آسف، كنت أحاول التدرب على البطولة فقط. لن تفهموا ذلك، لأنكم تلعبون دور الأبطال طوال الوقت. أعتقد، لكن هذا لا يعني ألا نتوخى الحذر. مهلاً، لما لا أعوض عن حماقتي هذه بمساعدتكم؟ ربما تستطيع مرافقتنا لليلة. أنا موافق، فلنبدأ بتمرين القرفصاء. ما رأيكما؟ إنها ليلة واحدة فقط. لا أعلم، إنه فوضوي ودائماً يبالغ في تصرفاته. إنه متحمس فقط، سيكون الأمر ممتعاً. اسمعوا، لماذا يصفر هذا الألي الصغير؟ أشرار الليل بدأوا بتحرك في المدينة، سنحتاج بعض الدعم. هذا رائع، أرمادالين ذكي وسيسحق الأشرار لأنه قوي. نحن لا نهتف بهذه الطريقة، إننا ننقذ الموقف. اتركها روميو، اجبروني. حسنا، لك هذا، عضلات الزاحف الخارقة. سيدي أرجوك ساعدني. هذا جيد، ولكن شاهد هذه الحركة، أسميها لكمة الأرضية. ليس عدلا، انضم إليكم أرمادالين. ليس عليك. رائع، من سيد الليل؟ هذا مؤلم. ما كنت لأستطيع تدمير المدينة بشكل أفضل من هذا. استدعي فرقة التنظيف. لا، لن تفعل يمين شيء. ريش البومة. لا، حان دور قوة دلا. لا، ماذا؟ أرمادالين. أنا فرد من دورية هذه الليلة، سأخذ هذه. أيها البائسون، أيها المقنعون المساكين، تابعكم الجديد سيأخذ مكانكم.
أخوك الجديد يقوم بعملك القذر؟ كنت أسيطر على الوضع، ولكنني كنت سيد الليل. هل رأيتموني هناك؟ كانت حركاتي رائعة. نعم، شكراً لك. كان ذلك ممتعاً. في غاية المتعة، أستطيع الاعتياد على سحق الأشرار كل ليلة. الأفضل أن ندخل الآن. محق، علينا أن نحتفل. لديكم كاكاو ساخن مع حلوى الخطمي، صحيح؟ تريد الدخول؟ مؤكد، أنا متشوق لرؤية مقر القيادة. من الجيد أنني كنت هنا لأحمي مقر القيادة من أجلكم، صحيح يا فريق؟ لكن هو الذي رمى تلك الصخرة أصلاً. مذهل. كيف يعمل هذا؟ واو، أرماديلا لا. الجوكلا. لا، ليس مذهل. لا تفعل. لا. اهدأ أيها الألي الصغير، لا تنفعل بهذه الطريقة. الآن أروني كل الأشياء الرائعة التي تترافق مع كونكم مقنعين. هل لديكم مصافحة سرية؟ لا. أو سأبتكر واحدة، ما رأيكم بهذا؟ نعم، سنحكم الليل. تقصد سننقذ الموقف؟ نحن نخرج ليلا لننقذ الموقف. أتعلمون؟ قد تكون أغنية. سينتصر المقنعون الصغار في المعركة، سيسحقون الأشرار طوال الليل. لا، الأغنية ليست هكذا. هذه سيارة رائعة جدا. تلك سيارة القط، اتركها. متى سأحصل على كل تلك الأشياء الرائعة؟ أريد سيارة كهذه باللون البرتقالي. سيركب المقنع ديلان سيارة. المقنع من؟ المقنع ديلان، هذا يعني أنا، حتى أعمل بانسجام مع الفريق وألعب دور البطل معكم طوال الوقت. لا، المكان هنا ضيق. لا تقلق، سأصلحها، أحتاج إلى بعض المعدات فقط. ماذا يحدث معه؟ يظن أنه فرد من الفريق. إلى الأبد. يجب أن نخبره. كيف؟ لا نستطيع أن نطلب منه المغادرة. لكنه يأخذ مكاننا ويدمر كل شيء. نعم، يجب أن نتخلص منه. لقد سمعنا. لا، هيا فنكلمه. يؤسفني أنني أنقذت مقر قيادتهم، سأريهم. إنه هناك، يبدو غاضبا جدا. مرحبا يا صديقي. ما المشكلة؟ المشكلة أنكم لا تريدونني معكم. يمكن أن نشرح لك. إن كنت لا أستطيع أن أكون مقنعا، فإنني سأدمر مقر قيادتكم. لن تفعل. راقبيني، سأسحقه، وعندما أنتهي من سحقه سأسحقه أكثر. أخبرتكما يبالغ دائما. ريش الأولى. سرعة سرعات. أنقذت المقر. واو، لا أستطيع التوقف. يا للهول، سيدمر المدينة كلها. ليس إن تصرفنا. إلى السيارة. ساعدوني. فقد السيطرة. كان ذلك وشيكا. قد يكون كرة مدمرة مندفعة، ولكن الجانب الإيجابي أنه قام بعمل جيد في إصلاح سيارتي. إلى أين ذهب؟ بوما؟ إنه لي. النظر الثاقب، يتدحرج باتجاه المتحف. ماذا سنفعل الآن؟ سيدمره إلى أشلاء. سنوقفه في الوقت المناسب. رياح الأولى. هيا زحف. لا أستطيع إيقافه لمدة أطول. أستطيع فعلها. عضلات الرحلة الخارقة. نجا. تحتاج مساعدة؟
شكراً لكم، لا أصدق أنكم أنقذتموني بعد أن تصرفت بتلك الطريقة السيئة. ونحن آسفون، لم نقصد جرح مشاعرك. لا بأس في ذلك، أنا لست مستعداً بعد للانضمام إلى فريقكم، وأيضاً أنا أعمل بشكل أفضل وحدي. لا يزال بإمكانك أن تساعدنا إن احتجناك. أو هل أستطيع حقاً؟ عليكم بندائي فقط وسأتي متدحرجاً بسرعة بأسلوب أرماديلان. أوه حسناً، رائع صديقي، لكن يمكنك أن تنزلنا. أوه لنحتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف ولست سائلون بمساعدة بسيطة من أرماديلان. نعم.